علشان نقرب من الصوره بشكل اكبر خلينا نروح لزميلنا الاعزاء مراسلي قناه الاهلي كريم احمد من فندق الاقامه اللي بيقيم فيه النادي الاهلي قبل هذه المباراه، وايضا شيف شعبان مراسل قناه الاهلي في ملعب المباراه. نبتدي بكريم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي. اهلا بك يا كريم، وارحب كمان بشريف شعبان. يا شريف منورنا. تمام، هو شريف واضح ان هو مش سامعنا، ان شاء الله يسمعنا عقبال ما نتكلم مع كريم شويه. كريم طمنا الاخبار عندك والكواليس ما قبل مباراه اليوم امام طنطا واخر استعدادات الفريق لهذه المباراه يا كريم. الحقيقه طبعا يعني زميل امير زي ما بنتكلم في كل معسكرات النادي الاهلي، وزي ما انت اكدت رغم حسم بطوله الدوري العام لكن الرغبه موجوده والدوافع موجوده، الاداء والنتيجه ده هدف اكيد لكل لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، فكل مباراه النادي الاهلي بياخدها بالنسبه للمباريات المتبقيه حتى نهايه بطوله الدوري العام هي مباراه كؤوس بالنسبه لكل اللاعبين كل الجهاز الفني، فده اللي بنعمل فيه ان شاء الله باذن الله مع الاداء والنتيجه اللي بنتمناها في كل مباراه تكون موجوده. الاصابات بقى يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على لعيبه النادي الاهلي كده الفتره اللي جايه، لان انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا وهي التحضير المستمر لمباراه الوداد طبعا في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، هدف كبير جدا واكيد في كل ذهن اللاعبين رغم التحضير لكل المباريات، لكن كل لاعب في ذهنه هذه المباراه وفي ذهنه هذه البطوله يعني ما بتغيبش طبعا عنه لحظه، لكن ان شاء الله باذن الله بقى مع اقتراب الوقت بشكل كبير جدا خلاص نقدر نقول 20 يوم بتفصلنا عن المباراه القادمة في البطولة الأفريقية بإذن الله، الصفوف تكون مكتملة، كل اللعيبة تكون رجعت بشكل كبير جدا لفورمة المباريات بإذن الله، إن شاء الله أملنا كبير وثقتنا كبيرة جدا في كل اللاعبين وأيضا مع وعي جمهور النادي الأهلي. إحنا كالعادة طبعا زميلي أمير متواجدين في فندق الإقامة بنقل الأخبار والكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي، عايز أكد طبعا على نقطة مهمة جدا وهو يمكن الجهاز الفني مستمر في تدوير اللاعبين ومستمر في الدفع ببعض اللعيبة اللي ما بتشاركش خلال المباريات الماضية، زي ما شفنا طبعا مشاركة محمود عبد المنعم كهربا كأساسي، محمود وحيد النهاردة كمان يمكن بيعود أكتر من لاعب كان غايب عن المباراه الماضيه، حمدي فتحي كان غايب وقفشه طبعا ليه الراحه بيرجعوا من جديد، لكن ايضا في هيكون في تغيير بشكل كبير في تشكيل اليوم، انت عارف طبعا الاطمئنان على حاله اللاعبين والعوده لفورمه المباريات هو ده الوقت المناسب والوقت اللي نقدر نطمن على اللعيبه بشكل كبير حتى الوصول باذن الله لاخر مباراه في بطوله الدوري العام، اللعيبه كلها تكون دخلت في فورمه المباريات لان الفتره اللي جايه محتاجه جهود كل اللاعبين ومحتاجه اللاعبين ان شاء الله تكون فايقه بلغه الكوره باذن الله مع الفتره القادمه وتحديدا في البطوله الافريقيه. يعني اقدر اقول لك ان المحاضره الفنيه الاخيره هنا زميلي امير هتكون الساعه 6 مساء طبعا في فندق الاقامه، الفريق النادي الاهلي مباشره هيتحرك الساعه 6:05 على استاد الاهلي ليستقبل هذه المباراه، انت عارف كان في متغيرات كثيره في مباراه اليوم طنطا والاهلي، المباراه كانت هتكون يوم الاحد على استاد غزل المحله لكن مع التنسيق طبعا ومع عدم حصول نادي طنطا على رخصه الفار طبعا في غزل المحله وفي استاد غزل المحله خلاص تم نقل المباراه تكون اليوم النهارده الساعه 8 مساء، وباذن الله ان شاء الله هي مباراه تنظيم النادي الاهلي لكن اساس طبعا في الموضوع هي مباراه طنطا، لكن بشكل عام كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل رائع ومطمئن جدا لفريق النادي الاهلي. علي لطفي كمان عايز اطمنك عليه سريعا، طمنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود على حالته، قلب الفعل علي لطفي يمكن اجرى مسحه اخيره جدا مسحه اخيره من ساعات، المسحه سلبيه الحمد لله لكن هيتم الاطمئنان عليه اكتر كمان ممكن بكره او بعده بكتير قوي تكون مسحه كمان مع فريق النادي الاهلي، واستمرار ديفيد سيزا طبعا مدرب فريق النادي الاهلي لسه الامور معاه يعني المسحه طبعا طلعت ايجابيه لكن بنقبل ان شاء الله خلال الايام القادمه باذن الله الامور تكون مهيئه سواء لعلي لطفي او ديفيد سيزا او كل لعيبه النادي الاهلي، الالتزام مهم جدا بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه، مش عايزين نفقد اي حد خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا نروح لشريف شعبان مراسلنا واللي متواجد في استاد الاهلي والسلام علشان يقول لنا اجواء ما قبل هذه المباراه وكيف يستعد الملعب لاستضافه مباراه اليوم ما بين الاهلي وطنطا. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، مباراه الاهلي وطنطا طبعا على استاد الاهلي والسلام، استاد يعني ممتاز جدا، استاد ارضيته بتمتاز بالرائعه، يمكن استاد النهارده او ارضيه استاد السلام والاهلي او الاهلي والسلام النهارده على اعلى مستوى يمكن اللي اشتغلوا عليه الفتره الاخيره، يمكن النهارده كل جماهير النادي الاهلي هتتفاجئ بارضيه ملعب ولا اروع ولا اجمل باذن الله تساعد لاعبي النادي الاهلي النهارده على الحصول على سلام 3 نقاط. ابدا معاك من تمرين امبارح، يمكن تمرين امبارح الراجل جرب فيه اكتر من تكتيك من كذا خطه، سمعتك زميل امير بتتكلم عن تجربه مستر فايرر في هذه الايام او في مباراه الدوري 4-4-2 4-3-3 4-2-3-1، الراجل كان بيجرب كلها خطط لمباراه الوداد لان الدوري طبعا الاهلي كان حسم هذه البطوله، فبالطبع وهو ده الاكيد في كره القدم ان انا استعد لمباراه الوداد بتجربه اكثر من طريقه لعبه، بالفعل فايلر بقاله فتره بيطبق كذا طريقه لعبه، يمكن اخرهم احمد فتحي لما لعب
لاعب يمكن جناح يمين، كان الراجل برضو بيديله تعليمات عشان خاطر يجرب حاجه تكتيك لمباراه الوداد، يمكن يتفرجوا فعلا على مباراه الوداد والرجاء الاخيره. النادي الاهلي بالسايب حاجه للظروف. لو كلمتك عن ملعب المباراه النهارده، يمكن من اول الدخول من بره تنظيم ولا اروع ولا اجمل. النهارده طبعا بيتولى تنظيم هذه المباراه امن النادي الاهلي، واذا اتكلمنا عن امن النادي الاهلي فبتتكلم عن الاحترافيه، بتتكلم على النظام، بتتكلم على التعامل البروفيشنال زي ما بيقولوا من اول البوابه لحد دخولنا الى ارض ملعب الاهلي والسلام. يمكن الارضيه زي ما قلت لك حدث ولا حرك، كل الكراسي اللي بتتزين باللون الاحمر حدث ولا حرك. استاد عالمي بمعنى الكلمه، استاد يضاهي كل الملاعب الكبيره، غرف اللبس على احدث المنظومات في العالم، استاد فعلا فخر للنادي الاهلي. لو اتكلمنا عن حكام اليوم، يمكن حكم ساحه الحكم احمد حمدي ليه ذكريات سيئه مع النادي الاهلي، ولكن باذن الله النهارده يكون النهارده باذن الله يكون موفق الى حد ما في اداره المباراه. حكم ممتاز، حكم اداره المباراه الاخيره بشكل ممتاز، فباذن الله يكون موفق في مباراه اليوم مع مساعد اول رضا جبر، مساعد ثاني احمد الكيال، حكم رابع شريف حسن، حكم الفيديو النهارده عمرو الشناوي، والمساعد محمد التبعي. النهارده النقل التلفزيوني بسبعه كاميرات باذن الله يكون نقل تلفزيوني على اروع ما يكون، عشان جماهير الاهلي كلها تستمتع بمباراة الأهلي وتنطلق. نتمنى بإذن الله في الآخر أن الأهلي يكون من نصيبه الثلاث نقاط. لو عندك أي استفسار أنا معك زميل أمير. أنا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان من ملعب مباراة اليوم، وأيضا زميلنا العزيز كريم أحمد من فندق إقامة النادي الأهلي قبل التحرك لأداء هذه المباراة. قالوا لنا كل الكواليس في الحقيقة ما قبل مباراة الأهلي وطنطا.